عينيك يا نيم بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. نبي اخر خمسه فضلين عندي. انت كان عندك اكثر من كده؟ كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي، طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود، حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلم مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه، وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده؟ انا راكبه بطه. لا، على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحدة جديدة. ودي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفيه. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام؟ اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاكي شوية. لا استنى، اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. اروح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان بحر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده؟ ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف. ايه كده؟ الله الله، ايه كده؟ امسك نفسك يا واد. ايه كده؟ لا ما ترى ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا. الله الله الله، كنت برويلي كمان. مش انت كده ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ ايه؟ اوعى حرام عليك تل بيت ولا نزلة شعبية. بس بقى كفاية الراجل هيكمل. يا ريت مش وحدة. يا ليل كفاية كفاية، الراجل هيكمل. اوكي بلاوي، امشي من هنا في بجندك يا الله. امشي امشي. ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله، ده بسالك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس. تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زيه بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطه، براحتك.